المثال الثاني جد المتتالية الهندسية التي فيها الحد الثاني يساوي 100 والحد الرابع يساوي 1. طبعا في المثال السابق لاحظنا أنه معلوم الحد الأول ومعلوم الحد الثالث. باستخدام الحد الأول حطيناه داخل الحد الأول عشان نقدر نجيب الأساس راء وبهذه الصورة، لكن هنا لا الحد الأول معلوم ولا الأساس راء معلوم، وبالتالي نستخدم الحد النوني. نستخدم الحد النوني لو الحد العام، نقول إن الحد الثاني بيساوي 100، إذا ألف راء بتساوي 100 ونسميها رقم 1. ليش سميتها رقم 1؟ لأن لا معلوم الألف ولا معلوم الراء، إذا بيطلع لي معادلتين أحلهم مع بعض. إذا الحد الرابع بيساوي 1، إذا ألف راء أس 3 بتساوي 1. إذا من 1 و2 نقسمهم على بعض، نقسمهم على بعض، لك الحرية الحد الثاني أو على الحد الرابع أو العكس يطلع نفس الناتج. إذا أنا أقول إن ألف راء تقسيم ألف راء أس 3 بتساوي 100 على 1. إذا الألف مع الألف في أبسط صورة يعطينا إن هنا الراء مع راء، هنا يتبقى 2، إذا يصير لي 1 على راء تربيع لأن الأس الأعلى موجود في المقام، إذا الناتج يكون في المقام بيساوي 100 على 1 اللي هي 100، بس أنا أخلي الواحد عشان أضرب ضرب تبادل، 1 في 1 إذا هنا يؤدي إلى 1 بتساوي 100 راء تربيع. إذا أقسم الطرفين على 100 بهذا الشكل، إذا 100 مع 100 يتبقى لي أن الراء تربيع بتساوي 1 على 100. طبعا عشان أقدر أجيب الراء لازم أخذ جذر التربيعي للطرفين، إذا جذر هنا جذر يتبقى لي أن الراء بتساوي 1 على 10. إذا أنا جبت الراء أقدر في رقم 1 أو في رقم 2 أقدر أجيب الألف. إذا الألف بنقول من 1، من 1 نقول ألف راء بتساوي 100، هذا يؤدي إلى أن ألف ضرب 1 على 10 تساوي 100. يبقى إذن ممكن أضرب ضرب المعادلة كامل في المقلوب عشان أقدر أجيب الألف، يبقى إذن أقول ضرب 10 على 1 اللي يعطيني الألف بتساوي 1000. إذن جبت الألف وجبت الراء أقدر أجيب المتتالية الهندسية. إذن المتتالية بتكون 1000 الحد الأول، 1000 في الراء يعطينا 1000 في 1 على 10 يعطينا 100، نفس الكلام 100 ضرب 1 على 10 يعطينا 10، وهكذا. ألاحظ أن الحد الثاني طلع لي مثل ما موجود في رأس السؤال 100، والحد الرابع لو أنا كملت بعد 10 10 في 1 على 10 يعني بواحد، يعني إذا بيكون هذا هو المتتالية المطلوبة. وبالله التوفيق.